مدحوينا سومالي لان مدن موسى بيحي عبدي او ورباعين تاكلها اللي حفيز كيسا ايا وحا وكور بيحيي دوفانتي كرفتي قار كمي دا قبالة حيبها وقويقة سومالي لان سيبا لغهايا ايو باكي ازاقو مدحوينه وكال لياري مهاسي وحا ويري تهوري دوفانتا أرتا إلهي نقربت قرية دوفانت واحد كبت المسايبها وأوين دون الخلعة ذلك ينحر أمور هانشرين أو ذلك الشيكة تاريخ دوفان تعلق حيو قاله وين أركي تري دوفانه ولي وقوب بضان انتا باريقا اندين وشنكا كوب ايغان شكرا فيهان إجيس كافركا هالكا يرى اي بدوي لقش لكن بضان عص أو بضيرا انت بضان دوفانه لابكا لبي سوريك تري عمالا دا أدون كيس بدشي أوغيد ساي الشيغان علماء دا عمالا تغانا دوفان تانا وحي كاكعضي والكابل عوانتي ميل او وقسير دان سوغادراك تيدا دي تانا حاوليكي اهرييي ووحر امركا دقاقان انشياد حوق بدن بيلي طوش امرك كوريس باتي حوق بدن لاد دي تانا حوقي اي سمايسان تيبا وحي اولا حاتي بقدرة الله حاق بضعاس إيادو حوق ايد واطا اي حيباك صرفتي لاس قري إلا لو يعد حوق جيد وين وحكور عاي او امري استروغي دمشي ويري او بل عيدو الى هاي كوبي هدية استروغي هاسي بلاران لحيد بدي مقالايب كاوري دكا كور عاديه ايضو كوبا بواح مرتي دريقا لغاية ايا كونفرقون حيدو بيقر او بل عيدو انمركا بلارنين لكن روبكي ايا دبايشي ايا بيهد عاي ايا دحانتي ايا اراد تبوتي إلى أي جارين كيسك روبالين خسارة إمك سوما لانك سو جاري تتكلم تي وكنت أقف وسيالي أفرت أقف سوما لانو تدوقف رغي روح رماية تعالك وقالي بدي أخذ رن أي كتير عن قوس لانو دجنا يو خيرات دجنا شنبا عروش الشركة يا تتكلم تي todobaad tan waa dhaawac magaalooyinka dumay waa badan yihiin magaalooyinka aqaladii iskuuladii waxay ku shaqeeyeen maalay MCH-yadii waa badan yihiin waxa la yaab leh dabayshan waxay siday ee dhibaato weyn kale waxa weeye xoolihii ayaan boqolkiiba 80 ka badan baxay waxa la yaab leh ولكن هو ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من sidoo kale waxa uu ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi xaaladda dagaal ee ka taagan Tukaraq iyo sidii ciidamada Soomaaliland u difaaceen xuduudaha Soomaaliland waxa uu na yiri wadagaalka Soomaaliya ku soo qaaday Soomaaliland horta dagaalka waxaan u aragnaa dagaal ay wadaan dawladda Muqdisho kaliya واحد إذا عضه يدد كورياشة هي صحافة وأين تبضن عن خمق رأي واستعمالي بوتلاند يسوانان بوتلاند يسوانان تسمحي وار لبد ريسة وادتك مدى وحال ليح عرضه هرق تاريخان وغير حيسا وقاري نمترتو وحيسو قبسان نمترتو وحوي سياسات كاتبت مقدشو دورد حيسو قويسي وعي كوح دون سئين كوح قريسة أما هير قريسو إن تهيد دولة كتاليسة سومالي لان إن أني تشيرين وحلينا قرن سومالي لان ويهي قبل أي حمر كتاليسة وفرماتة يرد رزاروه أي عالم فؤتو سيان إن تهيد قبل الله عودتنا متكمدة مركز سومالي لان تضيلا تنصر نضوض آت كايساتي قرن مدد يهي أذيهيد إيادو أو أنوح أرادة أقود بنين دولة حمر كتاليسة دولة دولة كتاليسة وحلينا نقطة إن عيدا كعبوليسة سومالي وانا سيبدا الرمانت ان انتا صورنا يريح اي كل انتا تقال اي وضان سياسيين اما كرسا اي فردان كل مرر كيسا اكو دونيسا اما اوود ايو اوود ايو كالسواري انا امد اوهينين او مرهور كبورتي او كبورتي اي كل هموريان ان اي حوك سوق عنقليا
Soomaaliland nabad ay ku aasaasantay dhexdeeda nabad ay ku dhameysatay wax kasto khilaaf way maada mar walba khilaaf way maada la diidi ma yahay khilaaf Soomaaliland khilaaf iyo weerar bini aadmiga nolosha ka mid ah qoyska inanka iyo aabaha iyo hooyada iyo inanta islaahay baa khilaaf ka yimaada dadka wada shaqeeyu ka yimaada shirkaduhu ka yimaada khilaafku waa nolosha bini aadmiga ka mid ah qabaa'irku ka yimaada deegaanadu ka yimaada wuu inala nool yahay bini aadmigana waxa ilaahay xun saaruu khaliifta ardh uga dhigay inuu khilaafaad ka xaliyo iyo dhibaato kale ka hor yimaado marka soomaaliland dhibaatooyin badan baa ka hor yimid gudaheeda dibaddeeda dabeecad ahaan iyadaa xalisata waayo qofka soomaaliyeedka wuxuu aaminsan yahay inuu nabad wax ku noqon karo soomaaliyeedka yaryarka uday wuxuu ka daalay colaada wuxuu ogyahay colaada waxa u leedahay mujtamaca ugu badan soomaaliland oo cimrigooda 40 jir yahay waxay ku garaadsadeen way wada garanayaan dhibaatada colaadu leedahay marka qof waliba isaga ka hortaga colaada marka dhibaatooyinkeeda gudaha nabad ku xalis caalamkana waxay u fidinaysaa nabad deriska nabaddu u fidinaysaa caalamku dhan nabad u fidinaysaa si kale haddaan idinku sheego juhdiga soomaaliland ku bixiso nabadda adduunka oo dhan dhaqaalaheeda oo aad ogtihiin kuwa ugu yar adduunka ee xagga hoose kaga jiro intay iskuul iyo biyo iyo caafimaad ka goyso waxay ku bixisaa nabadgelyada caalamka oo dhan iyadoo ku ilaalisa xuduudaheeda oo dhan Badri Axmed Maxamed Badri Saqare Telefishinka Caalamiga ee Badacas 24 TV magaalada Hargeysa.